السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحة. كثيرا ما نسمع الشكوى حول الحرقة والحموضة وما يصاحبها من أعراض تعكر صفو المصاب بها وتؤرق نومه. لمعرفة المزيد عن ذلك ابقوا معنا. إذن حديثنا اليوم عن الحرقة وحموضة المعدة، وللحديث عن ذلك نستقبل الدكتورة فائزة أحمد العمودي، اختصاصية أمراض باطنة. أهلا بك دكتورة. سهلا. إذن دكتورة، كثيرا ما نسمع الشكوى عن الحموضة عن الحرقة، فما هي الحموضة أو ارتجاع المريء في المصطلح العلمي؟ الارتجاع المريء اللي ما يسمونه القرد جاسترو إسفاجي ريفلكس، يعني هو إيش؟ هو بيكون هناك في ارتجاع في الأحماض من المريء الى المعده. هو عاده تكون ما بين المرء هي عباره عن قناه توصل الطعام من الفم الى المعده. طريق العبور هذا بتكون في بوابه عصاريه، طبيعتنا تنقل الاكل من اعلى الى اسفل. تمام. طيب، هذه البوابه اللي هي الطعام ينزل من فوق لتحت ويغلق وتقفل تغلق. طيب، الارتجاع ايش معناته؟ معناته انه يكون هناك في خلل في هذه البوابه او في ضغط معين يؤدي لايش؟ ارتفاع الاحماض من المعده الى المرء، وهنا تحدث الاعراض اللي هي الحرقه، يسمونها بالدارجه الحرقه او الحموضه. اذا دكتوره، ما هي الاسباب؟ طيب، اهم الاسباب هي عاده تكون زي ما قلنا احنا، تكون في هناك في خلل في البوابه هذه. هو صمام يكون من اعلى اسفل. الخلل هذا يجي وين؟ تكون له اسباب. الاسباب مثلا اذا في ارتفاع ضغط البطن، يعني في واحد في زياده في الوزن، ده واحد. ثاني حاجه يمكن يكون اذا كان في مثلا الاكل بكثره بنفس الوقت وتمثل المعدة تكون فوق طاقة المعدة، تحصل الارتجاع، يعني أيضا يكون فيه كمية فرط في الطعام. أيضا من ضمن الأسباب أو من ضمن العوامل المسببة إلى ذلك، لما يكون واحد مثلا يعني يأكل وجبة دسمة في المساء وعلى طول ينام. يعني هذه المشكلة تعمل أغلب أحيان هي الارتجاع. هذه أهم المسببات. في مسببات أيضا مرضية يسمونها الفتاق المرئي، يعني بتكون جزء من جدار المعدة، خلل في تكوين خلل بيكون في التشريحي، الجهاز التشريحي تكون جزء من المعدة أصلا فوق الحجاب الحاجز. هو الحجاب الحاجز، المرء حجاب حاجز ينزل للمعدة. فإذا كان في خلل في الحجاب الحاجز أو خلل فيه، يحصل إيش اللي هو يسمونه الفتاق المرئي، وهذا طبعا حالات مرضية. لكن الحالة الدارجة دائما تحصل، هذه هي الأسباب اللي تكلمنا عنها. دكتورة، ما هي أهم الأعراض التي يشتكي منها المريض؟ طبعا المريض أغلب أحيان راح يشتكي مثلا بالشعور بالحرقة، والحرقة قد ترتفع إلى منطقة الصدر. أيضا قد يحدث كحة هناك، يعني لأنه بيكون ارتجاع للأحماض إلى البلعوم إلى الرئة، تحصل هناك كحة. يعني يكون هناك أيضا أثناء النوم فجأة يمكن يصحى المريض يشتكي من ألم في صدره أو ألم في البطن، أو أنه شعور بالتجشؤ أو شعور بالأحماض، طعم الأحماض في الفم. هذه أهم الأعراض اللي، وأغلب الشكوى تجي لما يكون واحد يمكن كلها عادي يمررها، بس لما يقوم النوم على الألم هذا. وبعض أحيان وحالات تحصل هناك في اشتباه يكون ما بين آلام في الصدر وآلام في المرء، لأن المرء منطقتها أصلا في الصدر. فيكون في اشتباه ما بين آلام الصدر وآلام المرء، ويكون اشتباه مع أمراض القلب كاشتباه. يعني هذه أهم الأعراض. دكتورة، هل هناك أعراض أخرى؟ يعني هذه كلها بالنسبة للألم، هل مثلا يشعر المصاب ببعض الدوار أو عدم الارتياح؟ أو هو عدم الارتياح والتجشؤ وشعور هو عسر هضم ممكن قد يشعر. هذه أما الكسل والخمول فهو يعني قد يكون مسبب وقد يكون كأعراض، كنتيجة أو كأعراض. دكتورة، هل هناك علاقة ما بين الاسترس أو الضغط النفسي وما بين الحموضة؟ في علاقة كبيرة. في هناك احنا نسميه ستريس ألسر، يعني هي القرحة المعدية مع التوتر. وهذا دارج.
يعني هي هذه يكون مريض ما عند يكون الشخص ما عنده من الاعراض اللي تكلمنا عنها او من العوامل المسببات او العوامل لكنه ايش تعرض لضغط نفسي زياده او ضغوط قلق. في العمل او قلق يكون مزمن اغلب احيانا قد يشتكي من اللي هي ايش القرحة المعده ويمكن بعض الاحيان تكون مكان القرحه فين فوق يعني جنب البوابة المرء تعمل الارتجاع. دكتورة أيضا نسمع عن الجرثومة وانتشرت الآونة الأخيرة والمقصود بها هيليكوباكتر. الجرثومة هي إيش؟ هي إحنا نسميها جرثومة بمعنى الدارج لكن هي أصلا تعتبر بكتيريا. بكتيريا. اسمها إتش بايلوري أو هيليكوباكتر. هذه هي ميزتها إن هي دائما تعيش في جدار المعدة أغلب أحيان. الإصابة تكون إنه واحد أكل بتكون طعام لوث أكله لكن تعيش في جدار المعدة وتكون خاملة اللي قد يؤدي إلى إثارتها بعض وطبعا نحن نعتبر منطقة إنديمك في هذه موبوءة يعني موبوءة بالجرثومة اللي نحن نسميها باللغة الدارجة اللي هي الهيليكوباكتر. فإذا لما يتعرض المريض الشخص لمسبب يعمل يعني الإثارة تؤدي إلى ظهور الحموضة. إيش هي المثيرات؟ زي ما قلنا يمكن يكون الطعام الدسم يمكن يكون الضغوطات النفسية التدخين يلعب دور القهوة شرب القهوة بكثرة الكافيين بشكل عام حتى شرب الشاي بكثرة هذه كلها تعتبر مسببات تؤدي إلى البهارات والفلفل ذات تؤدي إلى إثارتها. طبعا احنا هنا عندنا اغلب احيان اغلب احيان هي المقليات اللي عندنا مشكله خصوصا في شهر رمضان شهر رمضان تكون شهر المقليات بالنسبه لنا هذه هي تسبب حتى الحلويات اصلا فيها دهون فايضا هذه قد تثير الجرثومه وتثير الاحماض. دكتوره بالنسبه للمضاعفات اذا اهمل الشخص يعني علاج المشكله ما هي المضاعفات التي ممكن ان تحدث؟ طيب المضاعفات اول حاجه بيكون المريض بيشتكي من بشكل مزمن بشكل متعب التجشعات الالام اللي في المعده العدم ارتياح اضطرابات في حركه المعده قد الاسهال بعض الاحيان زياده الحموضه من اهم المضاعفات المشكله ان زي ما احنا قلنا ان يكون في خلل في جدار في البوابه ما بين المرء والمعده يحصل ارتخاء يكون الحمض دائما يطلع لفوق جدار مبطن المعده تختلف عن جدار مبطن المرء اذا الاحماض جدار المعده سبحان الله متعوده على الاحماض بنسبه معينه اذا الاحماض هذه ارتفعت الاسيد ارتفع الى جدار المرء هنا قد يسبب بعض يسبب خلل في الجدار المرء وفي البوابه نفسها وقد تؤدي الى انسداد فهنا يكون المريض قد يعاني من انتفاخ في المعدة وانه سوء الهضم وامساك وهذه طبعا تحتاج هنا تدخل جراحي قد يؤدي الى حاجة احنا نسميها بارتس اسفوغاس هذه بارتس يعني هي يكون في تغيير في طبيعة الأغشية المخاطية للمرء وتكون هي ما قبل السرطانات يعني هذه ايضا هذه كأسوأ المضاعفات أنها قد تنتقل إلى حالة سرطانية بسبب إهمال العلاج يعني طب دكتورة لمحة عن العلاج العلاج أول حاجة هو ما بنقول إن علاج غير دوائي يعني إحنا اتباع الإرشادات اللازمة هي غير دوائية يعني يكون واحد يقلل قدر الإمكان من أكل الدسومات يحافظ على الأكل سبحان الله يعني يحافظ على الأكل ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث نفسه يعني هذا يحافظ على انه ايش ما يمل المعده سبحان الله ما يمل المعده عشان ما تحصل له يمتنع عن التدخين اذا هو مدخن اذا من نوع اللي يشرب المشروبات الساخنه جدا يحاول يبردها شويه كذا اذا شرب القهوه والكافيين اذا هي متعبه بالنسبه له يقللها البهارات الدسومات التقليل منها وايضا يكون الوقت ما بين النوم ما بين النوم بين العشاء اذا هو يتعشى وينام يكون اكثر من ساعتين يعني يكون اكثر من ساعتين او تكون العشاء وجبه خفيفه طبعا احنا في رمضان بتكون اغلب الاحيان هي بالنسبه للسحور السحور يعني يكون وجبه خفيفه بس تكون غنيه بالمواد الغذائيه فالمهم هو الفارق ما بين الوجبه الاخيره والنوم يكون اكثر من ساعتين لان اذا هو نام ودائما لما ينام لازم تكون شويه مرتفع يعني يرفع لاكثر من 45 درجه عشان يساعد جاذبيه ارضيه انه ايش يعني تساعد انه ما يحصل في ارتجاع
طيب دكتورة، هذا بالنسبة للارتباط مع الطعام، البعض من الأشخاص قد يشعر بالحرقة والحموضة في وقت الجوع، ما التفسير؟ هذا طبعا احنا البيبتيك ألسر ديزيز اللي هي الأمراض أمراض القرحة المعدية، هي نوعين، يمكن تكون في المعدة نفسها، يمكن تكون في الاثنى عشر. في الاثنى عشر، أيوة. المشكلة لما تكون في المعدة نفسها، هنا المريض لما يكون جوعان يشعر مع الجوع يشعر بالألم. لما تكون في الاثنى عشر. في الاثنى عشر. لما يكون اثنى عشر لما يكون هو جوعان يشعر. مجرد ما يأكل يرتاح، هذا اثنى عشر. أما المشكلة في المعدة العكس، لما هي يأكل. فهنا الاختلاف إن حرقة المعدة وحموضة المعدة مرتبطة بالطعام، لكن العكس بالنسبة للاثنى عشر. اثنى عشر لا، هو بالعكس لما يكون جوعان يحس بالألم، أما يبدأ يأكل يشعر تتحسن الأعراض. إذا نستكمل حديثنا حول الحرقة وحموضة المعدة. دكتورة، بالنسبة للتشخيص، تشخيص الحرقة نبدأ احنا طبعا بالأعراض. يأتي المصاب أو المريض يشتكي من الأعراض التي ذكرناها سابقا، هي شعور بالحرقة، شعور بالامتلاء، شعور بالتجشؤ، عدم الارتياح، مع الطعام يزيد الألم، أثناء الاستلقاء أو النوم يشعر بالحموضة والحرقة. هذا أهم حاجة طبعا. بالنسبة أن هذه أهم شيء في التشخيص، بعدها نجي طبعا في فحوصات. إذا بنتكلم عن الارتجاع، طبعا هو أغلب أحيان يكون تشخيصه بالأعراض التي في المريض، لكن نحن نحتاج فحوصات أيضا، فحوصات البراز او فحص الدم عشان نفحص اذا في وجود او عدم وجود الهيليكوباكتر اللي هي اتش بايلوري او الجرثومه، الجرثومه محليا. طبعا نحن نوه هنا ان الجرثومه للمعده تختلف عن الجرثومه اللي في الدم اللي تكلمون عنها بالنسبه للحوامل تعمل جهاضات، تختلف. هذه جرثومه للمعده، هي بكتيريا اصلا الهيليكوباكتر. طبعا هو في فحص في الدم، في فحص في المخوش، في فحص بالتنفس، في فحص يعملونه بالمنظار عشان يعرفون وجود الجرثومة. الموجود عندنا هنا أغلب أحيان هي الفحصين، هو أما الدم أما البراز. طبعا الأكثر دقة اللي هو يعتبر فحص المخروج أكثر دقة من فحص البراز أكثر دقة من فحص الدم، وفحص التنفس يسمونه يوريا بريث تيست أكثر دقة من فحص البراز. لأن فحص الدم راح يبين أنه عنده جرثومة بس مش عارفين الآن ولا كان عنده راحت، لان انت جين سيرولوجي. اما المخوش معناته انه لا زال موجود الان عنده. واليوريا بث تيست كمان حق التنفس يبين فعلا انه حساسيته اكبر، اعلى حساسيته. نجي للمنظار اللي كلهم متخوفين. طبعا مش اي مريض يعاني من ارتجاع، احنا بنقول اعمل منظار. هذا مش دايم، في هناك علامات معينه ان المريض ضروري يعمل منظار. متى؟ اذا انه عنده مزمن جدا، سنه، ستة شهور، سنة، حتى مع يعني العلاجات مثلا. مع العلاج أول شيء أنه اتبع الإرشادات ما نفعته، جاي استخدمنا العلاجات، والعلاجات طبعا في عقاقير طبية أدوية. تبدأ من بروتون باب، من فيه عقاقير طبية معينة، بروتون باب تدريجيا يعني. تدريجية نبدأ، يمكن علاج، نبدأ علاجين، ثلاث علاجات. ما لم يستفيد المريض منه، لا زال يعاني من الحرقة، لا زال يعاني من إذا في عنده فقدان في الوزن شديد او عنده قيء متواصل. طبعا هذا نادر ما يحصل مع الارتجاع، بس انه عنده قيء متواصل او فقدان شديد في الوزن، هنا احنا نقول ان هذه علامات لابد، او انه عنده صعوبه في البلع، يعني يشعر انه لما يبلع حاجه يشعر انه يعني حصل فيه التصاق في الطعام، لازم يشرب بعدها ما عشان يقدر يبلع. هذه هنا علامات احنا لازم نعمل له منظار لاكتشاف السبب. المنظار طبعا هو اغلب احيان في الارتجاع او في الحموضه او في القرحه يكون منظار فموي من اعلى، يكون في بعض الحين يكون بتخدير او يكون بدون تخدير، وحتى او يكون في بخاخ، بس تخدير بخاخ، هي انبوبه تدخل من الفم تمر عبر المرء البوابه الى المعده. هنا نكتشف اذا كان في مثلا هناك في اي تخرجات في جدار المرء، اذا في اي تضييقات في جدار المرء او في البوابه، بوابه المرء فيها ارتجاع ولا لا،
يمكن نكشف إذا كان في هناك أي تقرحات، إذا في لا سمح الله أي أورام. هذا المنظار يوضح. فالمنظار هو يوصل إلى الاثنى عشر، يعني من يدخل من الفم إلى المرأة المعدة إلى الاثنى عشر منظار فموي العلوي. كثير من المرضى يتخوفون، بس إحنا طبعا مش معقول نطلب، أو بعض المرضى يجي لا يقول لك بعمل منظار. هو احنا كلنا نتأنى وعلى حسب حاجته والمعايير اللي قلنا عليها نمشي عليها. بعدين المنظار يكون، فالمنظار مش ذاك اللي هو متخوف، يمكن ياخذ نص ساعه او اقل المنظار العلوي وتكتشف وخلاص، يعني بدل المعاناه تعاني سنه سنتين تعاني منها. تمام. هذا بالنسبه للتشخيص بشكل عام للالام المعده والمرأة وده. بس انا حابه انوه بالنسبه لل من ضمن العلاجات هذا هي شرب الماء. شرب الماء ضروري، يعني شرب الماء ضروري، لكن ما يكون مع الوجبة الدسمة. ما أكل وجبة دسمة وجبة الغداء إحنا عندنا هنا ما يقعد واحد يشرب الماء، لا يكون رشفة رشفتين بعد الأكل بساعة هو يبدأ يشرب الماء. شرب الماء ككل يعني خلال اليوم، شرب الماء ضروري يكون خلال اليوم، لأنه خاصة إحنا الحين إن شاء الله في شهر رمضان بيكون الصوم لا 14-16 ساعة يعني الواحد من الجفاف الإنسان الصحيح. فهو شرب الماء يكون ما بين الفطور فطور إلى السحور في المدة هذه كلها، ما يقعد من الفطور يشرب الماء كله لا، يعني تكون هي 6 كاسات للنساء، توزيع 6 كاسات للنساء 8 كاسات للرجال كحد أدنى، يعني يمكن يزود، بس إنه يكون إيش يذكر نفسه، ومش إنه بعضهم يشربون الماء بس مع الفطور مع بعدين مع السحور. هذا لا يكون متوازن، ضروري التوازن عشان ترطيب البشرة، لأن إذا شرب بزيادة بتعمل توسع أيضا في المعدة، يحصل في عسر هضم، يحصل في ارتجاع، يعني هذا يؤدي له. فسبحان الله أي شيء يزيد عن حده كل شيء بمقياس وميزان. طب دكتورة بالحديث عن المسببات نستعرضها الآن. طيب احنا قلنا طبعا أول حاجة هي المقليات والدهون. فمعانا هنا رمضان كريم، هو اغلب هذه اكبر وجبه نستخدمها في رمضان دايم اللي هي ايش السمبوسه. المشكله فيها هي فيها الدهون، يعني تدخل في زيت مقلي، هذه واحد. ثاني حاجه الحشوه فيها البهارات، ويمكن يحطوا له كمان فلفل بسباس، فهذا تعتبر مسبب للحموضه والحرقه. الثاني نفس الكلام، الباقي مع بنفصل في تفاصيلها معروفه هي، يعني تدخل في الزيت تخش. فاحنا بشكل عام نقول لما يسالني المريض ايش معنات الدهون ايش معنات المقليات، اي حاجه يدخل في الزيت في زيت عميق ويتم قليل. ثاني شيء عندنا كمان هذا الشيبسي. طبعا انا انوه الحين بالنسبه للاطفال، يعني هو شوف حسب التعود، يعني اذا عودت طفلك على اكل صحي من بدايته البيت كله ياكل صحي الطفل يتعود، فهي عادات. اما اذا انت تقعد اكلك مش صحي الام والعائله كلها والطفل اكله مش صحي، خلاص بيبدا الطفل يتعود ويستهوى الاكل الغير صحي والاكل المضر، وتبدا تظهر فيه المشاكل مبكره. تظهر فيه المشاكل. هذا طبعا الشيبسي، هو طبعا هنا لانه مقلي نفس الكلام، وايضا هو اصل البطاطس يعتبر نشويات. هو مفيد لكنه لما يدخل الزيت ويتحول يكون الدهن اكثر من من النشويات اللي فيه المهمة. أيضا فيه كمان البهارات. البهارات. شكله ذا أبو بسباس ولا إيش. طيب هنا الزيت هذا الأساس. الزيوت الدهون بشكل عام مهمة للجسم، لكن مشكلته إيش؟ الاستخدام الخاطئ، يعني لما أنت تقلي الزيت بزيادة تتهدرج قيمتها الغذائية تقل. في طبعا زيوت انواع، البالموليف، زيت البالموليف ده تعتبر زيت النخيل هو المضر اكثر شيء. اما الزيوت اللي تعتبر هي حميده اللي هي زيت الزيتون، زيت عباد الشمس تعتبر هذه حميده. ايضا يعني القلي وبشكل عام حتى زيت الزيتون والقلي يتحول الى زيوت مهدرجه وتكون ايضا مضره. طيب نجي للسيد سيد الحموض. طبعا هذا الشطه، طبعا مكونه ايش؟ عباره عن خل وبابريكا، فلفل احمر، فلفل احمر غالبا احيانا طبعا، وايضا في مواد حافظه. هذه تعتبر ايضا من مكوناتها، مكون اساسي يعمل الحرقه. فالمنكهات اذا واحد بيستخدم منكهات مش ضروري يكون بسباس، مش ضروري يكون، يمكن منكهات بهارات خفيفة، يمكن كمون، يمكن في منكهات معينة. طيب المشكلة بالنسبة كمان الأطفال صاروا يستهون
الاستخدام الشطة وأصبحت متاحة متاحة بكميات صغيرة تباع لهم أول مشكلة شوف في حاجات مش ضارة تتحول إلى ضارة في استخدام الخاطئ لها تمام فأيضا هي تعتبر مضرة هو كمية قليلة يمكن واحد يطعمها وكذا لكنه الكثرة بعض الأحيان واحد يأكل مثلا الشيبس أو يأكل البطاطس المفور يزيد الشطة عن فالضرر أكثر من الإفادة الملح طبعا هو الملح مهم مكون أساسي للغذاء مكون أساسي للأطعمة وده لكنه له أضرار إذا زاد نسبته عن كمية معينة لاحتياج الجسم أيضا الملح قد هو ما يعمل قد يؤدي لاحتباس سوائل يؤدي فرمضان عشان كده احنا حطينا الملح في هذه الحلقة عشان احتباس السوائل فتقليل الملح زيادة شرب السوائل زيادة شرب الماء مهم في شهرنا الفضيل هذه البهارات نفس الكلام البهارات زي ما قلنا احنا البهارات كثرتها مع الزيت قد تضر اما لما تعمل سلطه تحط شويه بهاره تحط ما هو ذاك الضرر طيب نجي للقهوه القهوه طبعا هو سيء الصباح ما حد يستغني عنه اغلب احيان استخدام القهوه فيه له نسبه كبيره من الكافيين احنا ما نقول قهوه بشكل عام القهوه العربيه القهوه النسكافيه السريعه هذه قهوه تركيه قهوه فرنسيه بشكل عام ايضا هي كثرتها يعني واحد صباح ياخذ له كاسه ما بتضره كثير اما لما بالليل او دائما يسهر بالقهوه او في النهار طول اليوم بالقهوه اول حاجه انها من ضمن المسببات الكافيين اللي تعمل تساعد على ارتخاء عضله الصمام البوابه بين البراء والمعده ثاني حاجه انها قد ترفع الضغط كثرتها قد تسبب نشاط لحظي لكن تعمل في النهاية إلى إرهاق الجهاد الخمول وأيضا في رمضان تعتبر الكافيين فيها مادة مدرة يعني تعمل على إدرار وإحنا قلنا لازم نحافظ على عدم الجفاف إدرار أي إخراج البول بصورة البول. أكبر أيوة بتخلي بتكون واحد مثلا يشرب قهوة على آخر شيء قبل السحور عشان معاد يصدع راسه لكنه بيجي على الوقت النهار كله هو ناشف يعني بيدخل الحمام بيرجع بينزل السوائل من جسمه ما استفاد من الماء اللي شربه نجي للحلويات هي الحلويات هي هذه مصنعة يعني ففيها سكر وفيها دهن هي ما تصنع كذا أصلا الدهن هنا الدهن والسكر هي أيضا مضرة وأي حاجة تدخل في يعني في عمليات تصنيع مصنعة تكون مضرة فبشكل عام الشوكولاتات والحلويات هذه تكون هي وحتى حقتنا الحلوى السوداء الحلوى الحمراء هي عبارة عن سمن وسكر هذه أيضا الحلويات تعتبر من المسببات للحرقة طبعا احنا ما نقول ما تاكلون هذا كله بس باعتدال يكون كمية بسيطة لكن اللي يعاني من دائما من حرقة قبل رمضان يحاول يجنبها الامتناع التام افضل له لان عشان يقدر يصوم ولا بعدين ما راح يقدر يتهنى فاول صومه. خطوة في العلاج هي الامتناع طبعا احنا لما المريض يسأل ايش التغذية احنا ما نقول اول شيء امتنع نقول المسموح مسموح لك المسموح لك الرز مسموح لك الخضر مسموح لك السلطات مسموح لك الشرب مسموح اللي مش مسموح انك تزيد الدهن انك تعمل تحط الشطه انك تاكل مقليات فهي الغير مسموح المسموح اكثر من غير مسموح لكن التفكير كل ممنوع ومرغوب اذا دكتوره وصلنا الى ختام حلقتنا نشكر لك حضورك هذا قد كان موضوعنا لهذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استفدتم ولمتابعة المزيد من المواضيع التي تهمكم وتحسن نوعية حياتكم انتظرونا في حلقة مقبلة